اكمل بسرعه يا ست منى، بس فكره النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما حصل الموقف معاه ده قدام الكعبه وداسوا على راسه صلى الله عليه وسلم وحطوا احشاء الجمل على ظهره، وكانت السيده فاطمه نامت على ظهر ابيها. يا سلام يا سلام على المشهد يا اخي، يا سلام على تقطيعه القلب، والبنت قلبها مفطور على ابوها ونايمه على ظهر ابوها، واهل قريش عمالين الكفار في وقتها عمالين يضربوا، يا الله. ويقوم سيدنا النبي ياخدها تحت باطه ويقول لها انت ام ابوكي. ويوم ده كان اشد يوم على سيدنا صلى الله عليه وسلم. في اليوم ده السماء كلها تحركت لحزن رسول الله. شوف كتايب الملائكه كلها في السماء تحركت بامر من الله لحزن رسول الله، وناب عنهم سيدنا جبريل ومعه ملك الجبال. ايه اللي حصل؟ سيدنا صلى الله عليه وسلم في الجيش بتاعه هيبقى عنده سلاح لن تملكه اي دولة عظمى او شديدة العظمة لغاية ما تقوم القيامة. ايه هو السلاح؟ الجبال تتحرك. يعملوا اللي هم عايزينه بقى، يكتشفوا نووي ذري اي حاجة، قنبلة هيدروجينية، الا تحريك الجبال ده محدش هيحصل له غير سيدنا صلى الله عليه وسلم. الجبل يتحرك ويرجع مكانه. فنزل سيدنا جبريل لرسول الله وقال السلام، يقرؤك السلام ويقول لك إن ملك الجبال يأتمر بأمرك، إن شئت أطبق عليهم الأخشبين. في معاجم اللغة الأخشبين دي جبال بتطوق مكة، تطلع كده تمشي كأنها على أواعد من العجل كده، تعمل الكفار كده هو ترجع تاني. أعظم درس في رحمة سيدنا صلى الله عليه وسلم. قال ويهلك يا جبريل؟ قال ويهلك يا رسول الله؟ قال فإني أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يشهد أن لا إله إلا الله. هي دي الدعوة الحقيقية، هي دي. سيدنا النبي بيدينا درس أن من يبني لا يعرف الهد. اللي بيبني ما بيعرفش يهد. في الأرياف عندنا تيجي واحد يبني لك حيطة كده، فلما يبنيها ما تعجبكش تقول له هدها، يقول له لا أنا ما بهدش، في واحد تاني بيهد. دايما كده اللي بيبني ما بيهدش. فسيدنا صلى الله عليه وسلم عارف ان دول لو ماتوا هيموتوا على كفرهم، يبقى في نار، يبقى في عذاب. طب انا كده خسرت ليه؟ لان راس مال سيدنا النبي مش فلوس، راس مال سيدنا النبي الناس اتباعه اللي هيتبعوه. فسيدنا النبي قال له دعهم يا جبريل، عسى ان يخرج من اصلابهم من يشهد ان لا اله الا الله. واختار سيدنا النبي الحل الاصعب، انه يخرج ويسيب مكه، مع انه كان قادر يبص يدكها دك. ودي رساله للجماعات الارهابيه، إذا كنت شايف إن إحنا على باطل، وإذا كنت شايف إن إحنا ماشيين غلط، وإذا كنت شايف إن زي ما أنت بتقول إن إحنا دولة كافرة زي ما أنتوا بتقولوا، ما هو مش الحل إن أنت تفجر أو تدمر. الحل اللي قاله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إنك تعالج من غير ما تأذي. من يبني لا يعرف الهدم، وده اللي بيأكد لنا إن إحنا على الحق. خدوا بالكم، محدش بشري معاه الحق المطلق، لكن مش معنى ان انت مش معاك الحق المطلق انك تمشي على الباطل. يعني لما يجي مثلا راجل ومراته متخانقين يقول لك هي اللي غلطانه، تقول لا هو اللي غلطان. طب انتوا الاثنين غلطانين، عشان ما حدش معاه الصح المطلق وما حدش معاه الغلط المطلق. فكل يوم بقى نتاكد لما نسمع تفجير وضرب وقتل وسفك، لا 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 لا، مش هو ده هدي سيدنا النبي يا جماعه، انتوا تضحكوا علينا. سيدنا النبي عمره ما فجر وعمره ما دمر، عمره وهو خارج من مكه قال لك طب ما ندك لهم الكعبه بقى عشان ايه؟ ينعيش عيشه فل يموت احنا الكل. المبدأ ده مش موجود عند اللي بيصلح. وبعدين يختار بقى انه يخرج ويسيب بلده ويسيب اهله ويروح مكان تاني. الفكرة اللي عايزين نقصلها حب الوطن. وبعض الناس يقول لك المشايخ بقى ايه بيغردوا مع السرب، بيقولوا اي كلام. لا، حب الوطن على فكرة بجد يعني مش مرتبط بشيء معين. في واحد ممكن يحب وطنه عشان مكان، في واحد ممكن يحب وطنه عشان شخص، في واحد ممكن يحب وطنه علشان بيته اللي كان قاعد فيه. ولن تجد شخص كان يصلح في وطنه شاف ساعة هنا في وطنه. اي واحد بيصلح في مكان ما يشوفش ساعة هنا. ليه؟ لانه هيتعب، الناس مش عايزاه كده. بس ما تجدهوش ابدا يكره وطنه، وإلا كان بطل انه يصلح الناس. فسيدنا النبي ادانا النموذج الامثل في حب وطنه. وعلى فكره ما كانش بيحب مكه عشان اعمامه اللي خذلوه، ولا اولاد عمه، ولا اي حد. هو قال كلمه يشهد الله انك احب بلاد الله الى الله وقال قلب رسول الله، عشان ايه؟ عشان الكعبه. فكان بيحب وطنه عشان الكعبه مش عيب.
انا بحب وطني يا سيدي عشان الازهر اللي اتعلمت فيه، ايه المشكله؟ انا بحب وطني عشان شيخي اللي رباني ما يعبنيش، انا بحب وطني عشان مدرستي اللي تربيت فيها ما يجراش حاجه. مش معنى كده ان انت كلت الشهد في وطنك، مفيش حد بياكل الشهد، كله بيشقى كله بيتعب، لكن يبقى لحب الوطن حظ في رساله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده التاصيل الشرعي بتاعها. انا مش بقول لك حب الوطن عشان هو كده باكج على بعضه، لا، حب الوطن عشان ابوك وامك، حب الوطن عشان مثلك الاعلى، حب الوطن عشان مكان انت مرتبط بيه. في واحد بيحب بلدهم عشان الجامع اللي بيصلي فيه في شيخ بيخطب كويس، فهو مش الجامع نفسه، لا، الشيخ اللي بيخطب كويس، ما يعيبوش انه بيحب بلدهم عشان دي. الفكره كلها ان كان سيدنا صلى الله عليه وسلم قادر ان يامر اي حد من المسلمين يهد الكعبه وخارج. لا، وكتبوا الكعبه ذنبها ايه؟ الوطن ذنبه ايه؟ في ناس مش كويسين، خلاص، الوطن لا يؤذى الوطن. ناس كتير ما بتحبش الكلام ده، لكن احنا لازم نقوله، لان هو ناس كتير ما بتحبش الصح، بس لازم نقوله. وكان يقول لك لما تقول الحق الناس تكرهك، طب ما يكرهونا في الله. كان الراجل يقول يحبوا ان يكرهونا في الله. هو ده التأصيل الرسمي بتاع حب الوطن. سيدنا ما حبش الوطن عشان خاطر ابو لهب مثلا، ما حبش الوطن عشان رمز من رموز الكفر، ما هو عارف ان دول كفار، لكن حب الوطن علشان في الكعبه اللي هي شاهد صدق على رساله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يعيبش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وانا بعد ما سمعت كلامك ده بقى وبتطلب مني ان ارضى واخد درس الرضا من الهجره، طب انا ارضى ازاي؟ ايوه، تعال نتكلم بقى كلام مفيد. شوف يا سيدي، طول ما خالتي مسعده وعمتي مستكه وابله بهانه قاعده جنبك وتقول لك قول يا اخويا الحمد لله، الحمد لله انها جت في دراعك ما جتش في رجلك، هتقول الحمد لله مش رضا. طول ما انت قاعد بس تقول الحمد لله، ما انت مش هترضى، مش هتوصل لمرحله الرضا، هتقول الحمد لله عشان تجامل الناس. اذا ظللت تنظر الى ما اخذ الله منك لن ترضى، سترضى فقط عندما تنظر الى ما ترك الله لك. بمعنى طول ما انت قاعد عمال تبص ان انا عملت حادثه بالعربيه والعربيه مش نافعه نفسها تاني وحاطط العربيه قدامك ومصوره وكل شويه تبص على الصوره، مش هترضى، هتفضل تفتكر العربيه. لكن لما تبص لما ترك الله لك، انا خرجت من العربيه ما فيهاش خدش، هترضى. الموقف واحد بس النظره مختلفه. طول ما انت قاعد باصص ان انت سبت الشغل، هيجي لك جلطه وسكر وضغط وتموت، ومراتك تتجوز بعد منك، اه والله، والعيال يورثوا وانت مت. انما طول ما انت باصص ان انا سبت الشغل بس كان عندي 50-60 ألف جنيه في البنك يستروني على ما ادور شغل تاني، ترضى. فلسفه الاحكام في الاسلام قائمه على قلبك انت. حاضر يا ست منى، فلسفه الاحكام في الاسلام قائمه على قلبك مش على التلقي. يعني مش عشان انا اقول لك كلمتين حلوين فيعجبوك انت كده هتبقى مسلم، لا، ميزان الاحكام في الاسلام قلبك انت، هتاخد الحكم ده تطبقه باي منظور. زي بالظبط اللي بيعمل الخير، في واحد بيعمل الخير بالشر وفي واحد بيعمل الخير بالخير. نموذج وهقوله واكرره، واحد جم قالوا له بابا مات، بابا نور عيني قلبي من جوه، بابا مات لازم اعمل له حاجه. وماله؟ اعمل حاجه، هعمل له مبرد ميه، كولدير يعني بيحط في الشارع، كتر خيرك. هتعمله ازاي يا عم الحاج؟ هيغرم 4-5 آلاف جنيه اللي هو سعر المبرد، ويقوم سارق له ميه من الحكومه وكهرباء برضه من الحكومه. دي سرقه؟ ده خير؟ والله ما خير. وبعدين اهي دي عدت ماشي، بعد شويه الحنفيه بتاعت المبرد هتبوظ، هتفضل تنقط ميه تغرق الشارع والشارع اللي جنبه، ده خير؟ ده مش خير. لذلك فلسفة الأحكام في الإسلام قائمة على الجمال. أنا أروح أصلي، طب هتصلي شكلك إيه؟ حاطط شوية برفان كده وجلابية حلوة عشان أروح الجامع. واحد تاني يروح بص بقى الناس مش طايقة ريحته فيقفوا جنبه في الجامع يطفشوا من الجامع، ده برضو مش مبرر إن إحنا ننبذه ونقول له إف والله، لا، برضو فلسفة فعل الخير في الإسلام. يقوم واحد كده جميل كده معاه حتة إزازة عطر من الحلوة دي، بلاش العطر اللي هو الزيت التقيل ده اللي بيخلي الواحد قاعد عمال يهرش في إيده ده، قول له خد ابقى حط من دي، فالراجل هيحرج هيتكسف، بس في نفس الوقت ما قطعناهوش من الجامع.
لكن دلوقتي سهل جدا. ايه الراجل اللي ريحته معفنه ده جايبينه لنا يصلي؟ الراجل يتكسف يخش الجامع تاني. فلسفه الاحكام في الاسلام قائمه على الجمال، قائمه على الجمال. اول ما تلاقي واحد بينصح الناس بالقبح قول له اركن يا مولانا، اركن يا مولانا. سيدنا النبي ما كانش كده، سيدنا النبي هو اللي علمنا الجمال في الاحكام. لما الراجل دخل، والله العظيم بصوا سيدنا النبي ده اي واحد لو مش مسلم هيعرف ان هو سيدنا النبي نور، شخص قاعد بيطلع منه نور. فدخل الراجل الجامع لقى سيدنا النبي قاعد مع الصحابه مميز، من غير ما يتكلم لابس الجلابيه، هوب شبمر الجلابيه خد جنبه وعمل زي ما الناس بيعملوا، عمل حمام في الجامع والناس قاعده والدنيا ليله وده الجامع. فالصحابه هوب، فسيدنا النبي اهدوا هنعمل الخير بالجمال. الراجل ده لو قلنا له امسك يا جدع هيقطع البول بتاعه، هيجي له بقى التهاب في البروستاتا، التهاب في مجرى البول، هيروح يصرف له 50-60 درهم عند الدكتور، هيتخلق مننا. سيبوه. بس خد بالك سيدنا النبي قال سيبوه ليه؟ لانه واثق ان الراجل ده ما يعرفش ان ده جامع. يعني كلامي مش معناه ان اي واحد يخش يعمل اي حاجه في بيت ربنا، هو عارف ان الراجل ده بدوي ما عندوش من الحضاره اللي تفهمه ان ده جامع. بعد ما الراجل خلص وتمام قال له تعالى ده جامع وما ينفعش تعمل كده. طب يا سيدنا النبي انت ما قلتليش ليه؟ قال له عشان كان هيصيبك اذى. الراجل حب سيدنا النبي قوي، يعني حتى انت خايف عليا يا سيدنا النبي وانا بعمل غلط؟ اه. الصحابه بقى مش متوقعين او مش مستقبلين الامر ومش متفاهمين الامر، قالوا طب هنعمل ايه في الجامع دلوقتي يا سيدنا النبي؟ ندور على الارض جديده ونعمل ايه؟ قالوا لا بسيطه جدا، هاتوا جرد الميه كبير اللي هو على راي الساده الاحناف ما دون القلتين، وصبوا على البتاع على مكان بول وهيبقى طاهر. كان سهل جدا نمسك الميكروفون في الجامع ونقول عم فلان ابو فلان دخل الجامع وعمل حمام في الجامع. ايه يعني؟ سهله بسيطه، افعلوا الخير، انشروا الاحكام بالجمال. ست منى معاكي مين؟ ست اماني.